بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد ان نشوف فيه طابور تاع الشباب نخلوهم يصوتوا احسن. شاكر لكم الحضور، اتمنى الخير، كل الخير للوطن العزيز تاعنا، واتمنى كذلك الجزائر ان تكون دائما في كل الظروف منتصره ان شاء الله. الداخل والخارج راه يتابع في الجزائر، مش من اليوم فقط، داخل والخارج شافوا ان الحمله الانتخابيه كانت حمله نظيفه جدا، الفرسان الثلاثه كانوا في المستوى واعطوا صوره مشرفه جدا للجزائر وللديمقراطيه في الجزائر، واتمنى ان شاء الله ان تكون قدوه للناس اخرين بحول الله. شارع الخارج، الجزائر جزء لا يتجزأ من العالم العربي والإفريقي ومتوسطي، ورغم كل يتابعوا، وإن شاء الله الأمور تفوت بسلاسة وتفوت بكل ديمقراطية. أتمنى أن من سيفوز بهذه الانتخابات سيواصل المشوار، مشوار مصيري بالنسبة للدولة الجزائرية وبالنسبة للشعب الجزائري، حتى نوصل نقطة لا رجوع في التنمية الاقتصادية وفي بناء ديمقراطية حقة، مش ديمقراطية الشعارات ولكن ديمقراطية الحقوق للمواطن. وانتم تشاهدوا، العالم يشهد أن الجزائري يوميا يوم بعد يوم يزيد يكتسب حقوق أخرى إن شاء الله، حتى نلبي له كل طلباته وكل رغباته. شكرا لكم، تحية الجزائر، صحيتكم.